فارفور الطماع. كان يا مكان كان في فار اسمه فارفور، كان كسول وطماع وما بيحبش يتعب نفسه انه يدور حتى على الاكل بتاعه، وكان معتمد على الاكل اللي بيسرقه من الناس اللي جنبه. وكان في واحد ساكن جنب فارفور، وكان راجل طيب جدا واسمه عم بركة، وكان بيزرع جنب البيت بتاعه قمح علشان يبيعه وياكل منه هو وأولاده. وكان العم بركة مربي قطة اسمها أمينة، وكانت بتحرس القمح، وكان العم بركة بيحبها وبيأكلها وبيلعب معاها دايما. وفرفور كان عايز ياكل من القمح اللي عم بركة كان بيزرعه، بس القطة أمينة كانت بتحرس القمح. ففكر فرفور انه يعمل خطة ذكية علشان يعرف يوصل للقمح بسهولة، وهنا فكر فرفور انه يحفر حفرة تحت السرداب عشان يوصل للقمح من غير القطة أمينة ما تشوفه. وفرفور فضل كذا يوم يحفر لغاية ما وصل فرفور للقمح، ولكنه كان طماع ومرضاش ياكل حباية قمح واحدة بس، وفضل ياكل حباية في التانية في التالتة. وعشان هو طماع ومن كتر الأكل فرفور تعب وغمض عينيه شوية وعشان يريح بعد الأكل، وهنا القطة أمينة كانت شافته وراحت له. وهنا فرفور فتح عينيه لقى القطة أمينة في وشه واتخض منها وحاول يهرب، ولكن القطة مسكته وكلته وقالت هو ده جزاء اللي بيطمع، الله يجازي الطماع، الله يجازي الطماع. وكده تكون قصتنا خلصت يا أصحابي، واستفدنا منها إن الطمع يقل مجمع. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة يصلكم كل جديد.